السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة حول توظيف مهارات الاستيعاب القرائي في الرياضيات، والتي تندرج تحت فعاليات مؤتمر القراءة الثالث 2020 تحت شعار القراءة للمستقبل والاستعداد للخمسين، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم. تعد مشكلة ضعف الطلبة في قراءة المسائل اللفظية وفهم المطلوب منها ومن ثم الإجابة عليها من أهم التحديات التي تواجه الطلبة في مادة الرياضيات. اليوم سنحاول طرح بعض الحلول العملية لتلك المشكلة أو هذا التحدي، الذي سنسلط الضوء على الدور الذي تلعبه القراءة في تدريس الرياضيات بشكل عام وفي تدريس المسائل اللفظية بشكل خاص. اليوم سنعرض بعض المهارات والاستراتيجيات القرائية التي تساعد الطلبة على التغلب على مشكلة قراءة وفهم المسائل الرياضية الواردة في مناهج الرياضيات. سنتعرف في هذا اليوم على استراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية في الرياضيات، وكيفية توظيف استراتيجية كيوبس في تعزيز قراءة المسائل الرياضية، ونأمل أن نعزز قدرة معلمي الرياضيات في توظيف استراتيجيات القراءة التي تعين على فهم المسائل اللفظية في الرياضيات. نحن كتربويين نعرف أن دراسة المسائل اللفظية تعد مشكلة أو تحدي في حد ذاتها بالنسبة للطلبة في أي حلقة دراسية. الدليل على ذلك عندما تتحول المسألة اللفظية إلى عمليات حسابية تقل وتتضاءل صعوبتها، وبالعكس إذا تحولت مجموعة من المعادلات السهلة إلى مسائل لفظية ترتفع تلك الصعوبة. سأبدأ الجلسة اليوم بالسؤال: ما الذي أخرج العالم من دائرة الأمية إلى دائرة العلم والمعرفة؟ أهي القراءة؟ أهي الكتابة؟ أم الحساب أو الرياضيات أم علوم أخرى؟ كان هناك اهتمام واضح بالثلاثي المشترك: القراءة، الكتابة، الحساب، والتي كما ذكرت في مهارات القرن الحادي والعشرين 3 R's: الريدينج والرايتينج والأرثمتيك. لاقت هذه العناصر على مر العصور اهتمام واضح، وحظيت بعناية كبيرة جدا لدى التربويين بشكل عام والعاملين في حقل المناهج بشكل خاص، حتى أصبح الحد الأدنى منها ضرورياً للخروج من دائرة الأمية إلى دائرة المعرفة. لذلك لا نستغرب أن يكون هناك قدر مشترك بين هذه العلوم الثلاثة، بالإضافة إلى تأثير وتأثر متبادل بينها. بمعنى، من يتقن القراءة والكتابة يستطيع بسهولة أن يتقن الحساب، ومن لا يتقن الحساب لا يجد صعوبة في تعلم القراءة والكتابة. فهذه العلوم أو المهارات الثلاث هي الأساس الذي أخرج العالم من الأمية إلى الانطلاق نحو العلم والمعرفة والتطور. ورغم التحول والاهتمام في القرن الحادي والعشرين، التحول الذي من مهارات القراءة والكتابة والحساب إلى مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات ومهارات التعامل مع الآخرين والتكنولوجيا، إلا أن الريدينج والرايتينج والأريثمتيك 3 R's: القراءة والكتابة والحساب لا تزال تعتبر أساسية وضرورية لكل المهارات الأخرى. والسؤال الذي يجب أن نفكر به الآن: هل تزداد الحاجة إلى استخدام مهارات واستراتيجيات القراءة
التي تعين الطلبة على الدراسة بشكل عام والفهم والاستيعاب بشكل خاص كلما تقدم الطالب في سنوات الدراسة؟ بمعنى قد يتقن الطالب القراءة في السنوات الأولى من الدراسة، لكن هل هذا الإتقان كافي أم أنه يحتاج إلى مهارات واستراتيجيات تعينه على الفهم والاستيعاب كلما تقدم في سنوات الدراسة؟ الإجابة من وجهة نظري هي نعم، مع تقدم الطالب في سنوات الدراسة تزداد الحاجة إلى استخدام مهارات واستراتيجيات قرائية تعينه على الدراسة بشكل عام وعلى الفهم والاستيعاب بشكل خاص، لأن النصوص المقروءة في المناهج الدراسية مثل العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وكل المواد وغيرها من المواد غالبا ما تكون صعبة على الطلبة، لأنها تشمل على موضوعات علمية يصعب قراءتها وفهمها عند كثير من الطلبة، كما أنها تشمل على العديد من المفاهيم والمصطلحات الدراسية التي لم يتعرف إليها الطالب أثناء الدراسة في الصفوف المبكرة أو في الصفوف الحلقة الدراسية الأولى في الحلقة الأولى. لذلك فإن الطالب يحتاج إلى التمكن من مهارات واستراتيجيات قرائية مختلفة لفهم المقروء في تلك المواد الدراسية. وباعتقادي في مادة الرياضيات يحتاج الطالب أيضاً إلى مهارات القراءة حتى تكون كداعم له للفهم والاستيعاب لما هو مقروء بشكل عام ولقراءة المسائل اللفظية في الرياضيات بشكل خاص. وهناك دراسات وأبحاث تؤكد أن النجاح في مسائل الرياضيات اللفظية يعتمد بدرجة كبيرة على قراءة المسألة وفهمها، وأن عدم التمكن من القراءة والضعف في القراءة يجعل الطلبة غير قادرين على حل المسائل اللفظية. هناك دراسات أيضاً تؤكد أن من أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء حل المسألة هي الصعوبات اللفظية والصعوبات اللغوية والصعوبات القرائية، ونرى ذلك بشكل واضح عند تحليل نتائج الدراسات الدولية في الاختبارات مثل اختبارات البيزا واختبارات التيمس. ففي هذا التحليل الذي يظهر أمامي بعنوان العلاقة بين القراءة والرياضيات في الصف الرابع، هذا التحليل يمثل العلاقة بين متوسط الإنجاز في الرياضيات ومتوسط الإنجاز في القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبدو واضحاً بأنه يوجد علاقة إيجابية وقوية طردية بين الأداء في الرياضيات والأداء في القراءة، فكلما ارتفع الأداء في القراءة ارتفع الأداء في الرياضيات. من يتقن القراءة يسهل عليه حل المسائل اللفظية في الرياضيات تساعده بشكل كبير. إذن كما ذكرنا فالدراسات تؤكد أن تدني الاستيعاب القرائي عامل من العوامل التي تؤدي إلى تدني إنجاز الطلبة في المواد الأخرى من ضمنها الرياضيات. وهنا نقف عند السؤال، ما هي المهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها؟ وما علاقة هذه المهارات بشكل عام في الرياضيات وحل المسألة الرياضية اللفظية بشكل خاص؟ أرجو أن تشاركونا الإجابة عن هذا السؤال من خلال الرابط الذي سأضعه أمامكم على لوحة الأسئلة أو من خلال الدخول إلى الكود الذي سيظهر أمامكم بعد قليل.
قمت بوضع رابط على صفحة الأسئلة، أرجو الإجابة عليه أو الدخول إلى هذا الرابط من خلال الكود أمامكم، وسأنتظر 3 دقائق لأرى استجاباتكم على ما المهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها. أجل، كما تشاهدون من أهم المهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها، هناك الفهم والاسترجاع، هناك التأمل والتقييم، هناك الدمج والتفسير، والتصويت الأكثر للفهم والاسترجاع. دكتور عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، هل بالإمكان عرض النتيجة؟ لأنه يظهر نعم، عندنا الباوربوينت الآن. سأقوم بإغلاق هل ظهرت دكتور إبراهيم؟ إلى الآن لا، يجب أتوقع إغلاق الشير من عندك وعمل شير لسطح المكتب مع فتح الرابط في البراوزر. سأقوم بإعادة مشاركة سطح المكتب. أرجو أن تكون قد ظهرت النتائج. نعم، الآن ظهرت. نعم. نعم. إذن كان السؤال: ما هي أهم مهارات القراءة التي يجب على الطالب اكتسابها؟ التصويت حتى الآن لجميع ما ذكر، وإذا أخذناه بشكل فردي، الفهم والاسترجاع يأخذ المركز الأول، وثم الدمج والتفسير والتأمل والتقييم، سنتحدث عنها بعد قليل، هذه المهارات القرائية الثلاث. لكن أرغب بمشاركتكم من خلال الرابط الذي تم إرساله على صفحة الأسئلة، يمكنكم الدخول إلى الرابط والمشاركة. إذن شكرا لكم، سأكتفي بهذا القدر وسأعود إلى العرض التقديمي، وأرجو أن تساعدني أستاذ إبراهيم إذا كان العرض التقديمي هو ما يظهر الآن على الشاشة. نعم نعم هو ما يظهر. نعم نعم، إذا قلنا المهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها، هي 3: الفهم والاسترجاع، الدمج والتفسير، التأمل والتقييم. هذه المهارات الثلاث التي يجب على الطالب اكتسابها خلال المراحل الدراسية من الحلقة الأولى حتى المراحل العليا من الدراسة. المهارة الأولى، الفهم والاسترجاع، هذه المهارة تقيس قدرة الطالب على الوصول إلى المعلومات الموجودة داخل النص واستخلاصها، فيتم في هذا المجال قياس مدى تمكن الطلبة من جمع المعلومات في نص محدد، وسواء كانت هذه المعلومات تفهم مباشرة من النص أم هي ضمنية، تفهم ضمنياً من خلال
استيعاب النص. المهارة الثانية من مهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها هي مهارة الدمج والتفسير. في هذا المجال يتم قياس قدرة الطالب على تفسير العلاقات والروابط بين أجزاء النص الواحد، كتفسير الروابط المختلفة بين جملة النص وبين جمل النص وفقراته، مثلاً المقارنة بين إذا كان أنا عندي نصين يحملان نفس الفكرة أو أفكار مختلفة. في التأمل والتقييم، وهي المهارة الثالثة التي يجب على الطالب اكتسابها، نقيس قدرة الطلبة على تأمل النص المقروء واستنتاج المغزى والتمكن من إصدار حكم على جودة النص من خلال خبراته التراكمية. وفي هذا المجال أيضا نرى قدرة الطالب على تقييم النص وربطه بمعلومات أخرى، سواء كانت في هذا النص أو بنص آخر، وربطها بمعارف وخبرات مفاهيمية. على الجهة الأخرى من العرض التقديمي توجد مراحل وخطوات حل المسألة الرياضية، وما العلاقة بينها، بين هذه المراحل وبين المهارات القرائية التي يجب على الطالب اكتسابها. في الجهة اليسرى توجد مراحل حل المسألة الرياضية، التي تبدأ بفهم المسألة والتخطيط ثم تنفيذ الحل ومراجعة الحل. هذه المراحل من خطوات حل المسألة وضعها العالم التربوي الرياضي جورج بوليا. نجد ترابط وثيق بين المهارات القرائية التي حددها علماء اللغة في الجهة اليمنى، وبين المهارات أو المراحل والخطوات حل المسألة، الخطوات اللازمة لحل المسألة التي حددها الرياضيون في الجهة اليسرى. فالخطوة الأولى من خطوات حل المسألة هي الفهم، والتي تتطلب من الطالب المهارة القرائية مثل الفهم والاسترجاع والإجابة عن بعض الأسئلة، مثل ما المطلوب؟ يجب على الطالب أن يقرأ المسألة ويكون لديه مهارة الفهم والاسترجاع حتى يستطيع الإجابة عن فهم المسألة، مثل ما المطلوب؟ ما هي البيانات المطلوبة؟ ما هي المعلومات المعطاة في هذه المسألة؟ ما هي الشروط المعطاة؟ هل أستطيع صياغة المسألة بلغة أخرى؟ نلاحظ أنه في ترابط بين المهارة القرائية وبين خطوات حل المسألة. أيضاً عندما نأتي إلى التخطيط، ما الاستراتيجية التي يجب أن يستخدمها الطالب في الحل؟ هل يمكن أن أبسط المسألة؟ هل أستطيع حل جزء من المسألة بحيث يساعدني هذا الجزء في حل أجزاء أخرى؟ هل أستطيع استنتاج شيء من البيانات المعطاة؟ أثناء تنفيذ الحل يسأل الطالب نفسه بعض الأسئلة، مثل هل راعيت كل الشروط الواردة في المسألة؟ هل قمت بهذه الخطوات بشكل صحيح؟ هل الخطوة السابقة لهذه الخطوة صحيحة تماماً؟ هل أستمر في تنفيذ هذه الخطة أم أعيد صياغة الخطة من جديد؟ ما الحل؟ ما العمليات الحسابية التي أستطيع أن أقوم بها؟ وعندما ينتهي من الحل يسأل نفسه الطالب، هل هناك طريقة عند مراجعة الحل؟ يسأل نفسه هل هناك طريقة أخرى للحل؟ هل يوجد حلول أخرى؟ هل الحل معقول؟ هل الحل يحقق الشروط المسألة؟ لاحظوا في مراجعة الحل عندما يتفكر الطالب في التحقق من معقولية الإجابة أو من صحة الإجابة، هو يقوم بالتأمل والتقييم. فكل المراحل التي يجب أن يمر بها الطالب في خطوات حل المسألة الرياضية تتطلب منه مهارات قرائية، هي الفهم والاسترجاع، الدمج والتفسير، التأمل والتقييم، كلها لازمة حتى يتمكن الطالب من حل المسألة الرياضية بشكل صحيح. ولذلك يبدو واضحاً أن حاجة الرياضيات للقراءة ليست فقط إتقان القراءة،
قد يتقن الطالب القراءة في المرحلة الأولى، في الصفوف الأولى يتقن القراءة، لكنه لا يدرك معنى الفهم والاسترجاع والاستيعاب القرائي. القراءة تحتاج إلى مهارات قرائية تساعد على الفهم، تساعد على التفسير، تساعد على التحليل، تحليل المسائل، وبالتالي الوصول إلى الغاية من تدريس الرياضيات وهي حل المسألة. لأن الرياضيات تتكون من 3 عناصر. الرياضيات تتكون من المعرفة المفاهيمية والمعرفة الإجرائية والحل المسألة، الconceptual knowledge والprocedural knowledge والproblem solving. يتطلب دائما حل المسألة استدعاء المعرفة المفاهيمية والمعرفة الإجرائية للتمكن من الوصول إلى الهدف الرئيس في حل المسألة أو حل المشكلات بشكل عام. سنتعرف الآن إلى المشكلات في صف الرياضيات. ما هي المشكلات التي تواجه الطلبة في حصة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين؟ في سنوات عملي كمدرب لمادة الرياضيات، كثيراً ما سمعت تصريحات من المعلمين، وأنا أوافقهم الرأي بطبيعة الحال ولست ضد هذه التصريحات، يقولون أن الطلبة لا يفهمون ما هو السؤال الذي يطرح، لكنهم أي الطلبة يعرفون كيفية الحل. وبمعنى أن الطالب لا يستطيع قراءة المسألة، لكن إذا تحولت هذه المسألة إلى إجراءات فإن الطالب يستطيع الحل والإجابة عن المسألة، ليس بالمطلق لكن على الأغلب. بعض المعلمين يعتقدون أن الطريقة التي يتم بها طرح المسائل غير مناسبة، وأنه من الصعب على الطلبة الوصول إلى فكرة الحل أو ما يجب على الطالب القيام به. سمعت من بعض المعلمين أن مستوى القراءة في المسائل اللفظية صعب جدا على الطلاب، لكن هل هذا الضعف يعود إلى مشكلة في صياغة المسألة أم إلى ضعف في القراءة عند الطلبة؟ أيضا بعض المعلمين يلجؤون إلى تبسيط المسألة ويقول في قرارة نفسه يجب أن أبسط المسألة للطالب وأن أعيد صياغة الأسئلة لطلابي وبعد ذلك يمكنهم القيام بذلك، هل هذا الإجراء صحيح من وجهة نظركم؟ أقول بالنسبة للعديد من المعلمين، ليس الجميع لكن يوجد نسبة قليلة منهم، قد توجد نسبة يعتقدون أن الرياضيات ببساطة هي مسألة استدعاء للإجراءات للطلاب، يعتمدون على الجانب الإجرائي فقط. كما أسلفنا، فعندما يقوم المعلم بتوضيح فكرة المسألة ويقدمها جاهزة للطلبة، والذين بدورهم يقومون بعد ذلك بحل المسألة أو بإجراء الحسابات المناسبة، يعني في خلال زياراتي المتكررة لبعض الصفوف عندما كنت مشرفاً على المناهج الرياضيات، كنت أسمع بعض المعلمين يفسرون المسألة لطلابهم، خاصة عندما يسألون مثلاً عما يعنيه السؤال، أو عندما يقول أحد الطلاب لا أعرف ما المطلوب من السؤال، ماذا أفعل يا أستاذ؟ يقوم المعلم بتفسير المسألة وتبسيط المسألة للطالب ويقدمها على طبق من ذهب، يحول المسألة إلى فقط إلى إجراءات. لا شك أن المعلمين يحاولون مساعدة الطلبة على قراءة نص الرياضيات وتفسيره ومناقشته، يحاولون مساعدة الطلاب على تفسير استراتيجيات حل المسألة للطلاب. كنت أسمعهم أحياناً بيقولوا الإجمالي مثلاً أنك لازم تجمع، لازم تضيف عدد التفاح إلى عدد البرتقال. مع ذلك إذا جلست أفكر في الأمر وأتأمل في هذا الأمر، فإن معظم الاستراتيجيات باتت إجرائية، وكأنك تقول للطالب
اتبع هذه الوصفة واتبع هذه الخطوات، تقدم المسألة للطالب بطريقة سهلة بدلاً من مساعدة الطلبة على القراءة والفهم وتفسير النص والتفكير فيه. هذه بعض الملاحظات والمشكلات التي كنت ألاحظها في الغرف الصفية. باعتقادي يجب على المعلم أن يؤمن بأن التدريب على تعليم مهارات القراءة جنباً إلى جنب مع تدريس الرياضيات يجب أن يؤمن معلم الرياضيات بأن قراءة نص أو مسألة في الرياضيات تختلف كثيراً عن أنواع القراءة في النصوص الأخرى، وتتطلب استراتيجيات محددة وفريدة من نوعها خاصة في الرياضيات. سأنتقل إلى أسباب بعد أن تعرفنا على المشكلات التي تواجه الطلبة في حصة الرياضيات فيما يتعلق بضعف الطلبة بحل المسائل اللفظية. دعونا نتعرف إلى أسباب ضعف الطلبة في المسائل الرياضية اللفظية. أيضاً شاركونا إذا تكرمتم من خلال الرابط، سأقوم بنسخ هذا الرابط للتعرف إلى أسباب ضعف الطلبة في المسائل الرياضية. انتظروني للحظة ريثما أكتب هذا الرابط على لوح الأسئلة. الرابط الآن موجود على الأسئلة، يمكنكم المشاركة وسأعرض إجاباتكم. إذن كان هناك سؤال: ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية؟ ولدي مجموعة من الخيارات: ضعف حصيلة المفردات اللغوية، صعوبة التمييز بين المعطيات والمطلوب، ترجمة المسألة إلى جمل رياضية وعددية، صعوبة في قراءة المسألة، تحديد المعطيات أو المعلومات غير المرتبطة بالحل وهناك خطأ إملائي، فليست المعلومات وإنما المعلومات، والتقييم أو الحكم على مدى صحة الإجابة. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية. والآن أشاهد بأن ضعف الحصيلة اللغوية وصعوبات التمييز بين المعطيات والمطلوب هي الأكثر شيوعاً بين هذه الأسباب بين الطلبة، تليها ترجمة المسألة إلى جمل رياضية وعددية، ربما لأن المعلمين كما ذكرنا وأسلفنا سابقاً يقومون بترجمة المسألة إلى جمل رياضية وعددية. دكتور عمر، نعم، تعطينا دقيقة إضافية بس حتى الجميع يشارك في الاستفسار. أنا في انتظاركم. لأن أرى بعض الإجابات الآن تتغير أو المراكز تتغير، الثالث يذهب إلى الرابع والرابع إلى الثاني. نعم. نواصل أخذ استفساراتكم أو أخذ إجاباتكم عن أكثر الأسباب التي تؤدي
إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية، وإذا بتساعدني المخرج إبراهيم بس تحكي لي الشاشة اللي ظهري أمامك، هل هي شاشة النتائج؟ نعم، هي النتائج وتتغير بشكل تلقائي حسب إجابات الجمهور. نعم، شكرا جزيلا للتأكيد. هل الصوت واضح أيضا؟ نعم، لكن صورتك دكتور عمر لا تظهر. أبدا. أعتذر عن عدم مشاركتها، أو ربما حدث خلل ما. هل تظهر الصورة؟ الآن سأقوم بمشاركتها مع الجميع. نعم، الآن ظهرت. لا زلنا نتحدث عن أسباب أو الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية. وبحسب خبرتكم تقولون أن الصعوبة التمييز بين المعطيات والمطلوب وضعف حصيلة المفردات اللغوية ربما هي التي تؤدي إلى أكثر الأسباب إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية. باعتقادي أن الجميع جاوب، وهذه نتائج تصويتكم على أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة، دكتور لكن عمر، يتصدر هذه الأسباب صعوبة التمييز بين المعطيات والمطلوب. نعم، أنا أتفق معكم، جميع الأسباب تؤدي إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية اللفظية، لكن قد يأتي بعضها في المرتبة الأولى، قد يأتي بعضها في المرتبة الثانية، وذلك بحسب ما ترونه أنتم بحسب خبرتكم. لا شك أن المهتمين في تعليم الرياضيات أشاروا إلى أن قراءة المسألة وفهمها واستيعاب اللغة المكتوبة بها تؤثر على الحل، وبالمقابل فإن ضعف القدرة على قراءة المسألة وفهمها يعد من أهم العوائق التي تعيق الطلبة عند الحل وتقلل من التحصيل بشكل عام. قرأت في إحدى الدراسات أن حوالي 30% من طلبة الصفوف الأولى أو في الحلقة الأولى يعود ضعفهم في حل المسائل اللفظية إلى الضعف في القراءة، ومن 30% هناك حوالي 20% غير قادرين على تفسير ما تمت قراءته، مما يقلل من تحصيلهم في هذه المسائل الرياضية اللفظية. إذن فالطالب ليس مطالب فقط في أن يجيد القراءة بل إلى تفسير ما يقرأ، وهذا الضعف يعود بشكل عام إلى كما هو واضح لدينا صعوبات التمييز بين المعطيات والمطلوب، أو إلى ضعف في حصيلة المفردات اللغوية، أو صعوبة عامة في القراءة، أو إن كانت ترجمة في ترجمة المسألة إلى جمل رياضية وعددية، أو تحديد المعطيات أو المعلومات غير المرتبطة، أو أحياناً لا يستطيع الطالب أن يقيم أو يحكم على مدى صحة الإجابة أو أن يخمن الإجابة. لكن لدي سؤال، هل يختلف نص الرياضيات عن نصوص المواد الأخرى؟ النص الذي نقرأه في الرياضيات سواء كان في المحتوى الرياضي بشكل عام أو في المسألة اللفظية، سنقارن الآن بين النصوص الرياضية والنصوص القرائية سواء كانت في اللغة العربية، سواء كانت في الدراسات الاجتماعية، في الدراسات الإسلامية، في القصة، في الجريدة. هل يختلف نص الرياضيات عن نصوص المواد الأخرى؟ عندما أقول على سبيل المثال في أحد النصوص، ذهب أحمد في رحلة إلى الصيد مع أصدقائه خالد وراشد، واصطادوا مجموعة من الأسماك وضعوها في سلة واحدة وزعوها بينهم، يا له من عمل جميل يدل على التعاون والمحبة. كانت السمكات تختلف عن بعضها في الشكل باستثناء سمكتين متشابهتين. هذا النص من أحد القصص البسيطة ليس رياضيا، لكن إذا انتقلنا إلى نفس النص وأدخلناه في منهاج الرياضيات سنقول
ذهب أحمد في رحلة إلى الصيد مع أصدقائه خالد وراشد، واصطاد أحمد ضعف السمك الذي اصطاده خالد، بينما اصطاد راشد عددا من الأسماك يقل بسمكتين عما اصطاده أحمد. وضعوا السمكات في سلة واحدة وزعوها بينهم كم سمكة اصطاد راشد. لاحظوا أن نصوص الرياضيات تحتوي على مفاهيم أكثر من أنواع النصوص التي نقرأها في الأماكن الأخرى. يمكن أن يحتوي نص الرياضيات على كلمات بالإضافة إلى رموز رياضية تحتاج إلى تفسير. في معظم الأحيان قد يتم وضع الصفحة بطريقة تجعل العين تسافر يمنة ويسرى، تذهب من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، لأننا نقرأ في اللغة العربية ثم نأتي إلى المعادلة نقرأها من اليسار إلى اليمين. في نص الرياضيات قد تكون هناك رسومات يجب فهمها، ويجب عليك أن تفسر هذه الرسومات حتى يكون النص منطقيا. فالبنية الأساسية لمسائل الرياضيات تختلف عن النصوص في الكتابة الإعلامية أو في فقرة قرائية تقليدية، حيث في الفقرات التقليدية يوجد جملة موضوعية في بداية الفقرة، والجمل المتبقية عبارة عن تفاصيل تدعم هذه الفكرة الرئيسية. لكن في مسائل الرياضيات غالباً ما يأتي أو ما تأتي الفكرة الرئيسية في نهاية السؤال أو في نهاية الفقرة على شكل سؤال، على سبيل المثال كم عدد التفاح المتبقي، كم سمكة اصطاد راشد. يجب على الطلبة في هذه الحالة تعلم قراءة المسألة للتأكيد أو للتأكد من الفكرة الرئيسية، ثم قراءتها مرة أخرى لمعرفة التفاصيل والمعطيات التي تتعلق بالسؤال المطروح، وإن كان هناك أشياء زائدة في المسألة. يجب على الطلبة أيضا في النص الرياضيات تصور سياق المشكلة ووضع الخطة، ثم تطبيق الاستراتيجية أو الخطة التي وضعوها والتي يعتقدون أنها ستصل بهم إلى الحل باستخدام البيانات المعطاة. في نص الرياضيات أيضا قد نجد بعض الرموز مثل باي وثيتا والمتغيرات إكس واي، بعض التعابير الرياضية التي تظهر تشتت أو قلق بالنسبة للطلاب. على سبيل المثال متى نستخدم القلم، متى نستخدم العدد بدل متى نستخدم الرقم بدل العدد، متى نستخدم العمودي والرأسي. في الرياضيات العمودي والرأسي لها معان مختلفة، لكن في اللغة قد يكون العمودي والرأسي له نفس المعنى. عندما أقول هذا الرجل ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، بمعنى أن له وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظري، لكن في الرياضيات الزاوية لها مفهوم آخر. في اللغة الإنجليزية عندما أدرس في اللغة الإنجليزية، عندما أقول كلمة فوليوم قد يعتقد الطلاب أن الفوليوم هي مستوى الصوت، لكنها في الرياضيات تدل على الحجم. الكسر عندما أذكر كلمة الكسر في الرياضيات، في اللغة العربية الكسر تعني يعني بريك، أو لكن في الرياضيات الكسر يمثل شيء آخر. عندما يقرأ الطالب كلمة الميل وبعد قليل يقرأ الميل، في الأولى نقصد المايل أو ما يتعلق بالمسافة، وفي الميل نقصد السلوب، له معنى مختلف آخر. وبالتالي يجب على المعلمين أن يكونوا على حذر ووعي لمثل هذه الكلمات والمترادفات، فالطالب عندما يقرأ لا يميز بين لفظ الميل والميل على سبيل المثال، لذلك يجب على المعلم التنويه والشرح والتفسير. أيضا كلمة التشابه في اللغة، التشابه تنطبق على كثير من الأشياء دون ضوابط محددة، فطعم العسل حلو يشبه طعم السكر، وهذه السيارة تشبه تلك السيارة، لكن التشابه في الرياضيات له ضوابط تتعلق بتساوي الزوايا وتناسب الأضلاع المتناظرة. يجب تعليم الطلبة أن اللغة التي نقرأها ونتحدث بها في الرياضيات هي في الواقع لغة تقنية. مثلاً عندما نضيف شيئاً باللغة فإننا نعني دائماً أننا نزيد شيئاً، لكن في الرياضيات عندما نضيف شيئاً
قد لا يؤدي هذا إلى الإضافة والزيادة، قد يؤدي إلى النقصان، وقد يؤدي إلى عدم التغيير. عندما أضيف عددا سالبا أو عندما أضيف الصفر لن يؤدي إلى تغيير، وبالتالي يجب الاهتمام باللغة التي يتعلمها الطالب. طيب، هذا الفرق بين نصوص الرياضيات ونصوص القراءة، وسأنتقل إلى أهمية تدريس القراءة في مادة الرياضيات. سأبدأ بالسؤال، هل القراءة وسيلة أم هدف؟ باعتقادي في الصفوف الأولى، في الصفوف الدراسية، في الحلقة الأولى، تكون القراءة هدف بحد ذاته، وهي من الأهداف المهمة التي يجب أن تتحقق عند كل متعلم، ولها من الأهمية الكبرى في المناهج أهمية كبيرة جدا، إلا أنها بعد قليل تتحول لتصبح وسيلة لا هدفا بذاته. فالقراءة ليست مادة منفصلة عن المواد الأخرى، بل إنها جزء من كل مادة، فهي كوسيلة للحصول على المعلومات من هذه المواد. وبالتالي فإن عدم تمكن الطلبة من القراءة ونقص في قدراتهم القرائية يؤثر على التحصيل في المواد الأخرى. فالعلاقة بين القدرة على القراءة والقدرة على حل المسائل الرياضية اللفظية في المراحل الابتدائية علاقة مؤثرة، لأن الذي لا يقرأ غالباً يتعثر في حل المسائل التي لا بد من قراءتها. ونأتي الآن إلى دور المعلم. ما دور المعلم، معلم الرياضيات، في تدريس المهارات والاستراتيجيات القرائية المعينة على قراءة المسائل اللفظية؟ نقول أن يعني تدريس الرياضيات وتدريس المهارات، تدريس المهارات والاستراتيجيات القرائية لا يقتصر على معلمي اللغة العربية، بل يتعدى ذلك إلى معلمي كل المواد، سواء كان الرياضيات، علوم، موسيقى، بكل اللغات. فمعلم الرياضيات هو أحد أولئك المعنيين بمساعدة الطلبة على تطوير القدرات والكفاءات اللغوية من خلال درس الرياضيات. وعندما نقول تدريس مهارات القراءة أو توظيف مهارات القراءة في الرياضيات، فهذا لا يعني أن يقوم المعلم بتخصيص حصص أو جزء من حصة في كل يوم لتدريس مهارات قرائية واستراتيجيات، إنما يوظف هذه المهارات في الحصة الدراسية، وسنشاهد ذلك بعد قليل. إن أسف عن الوقت صراحة، لأن الوقت بدأ بالمرة سريعا، وإنما يعني أن يقوم المعلم بتوظيف هذه المهارات في حصة الرياضيات. فالمعلم دائما هو الأقدر، المعلم الناجح الذي يستطيع زيادة قدرة الطلبة على القراءة وفهم ما يقرؤون. فالمعلم هو الأقدر على تدريس المفاهيم والمصطلحات الجديدة والمتعلقة بالدرس، وهو الأكثر إدراكاً ومعرفة على وضع الأهداف القرائية المتعلقة بالمادة. والمعلم هو الأقدر على تنمية اتجاه وميول الطلبة نحو القراءة، وهو الأقدر على تحديد المفاهيم والمصطلحات المهمة والمتوقع تدريسها، وهو الأكثر إلماماً بالمصادر والوسائل وأهميتها وكيفية استخدامها في تطوير خبرات الطلبة، وهو الأكثر تأقلماً ودراية بالموضوع أو النص وكيفية قراءته ومن ثم فهمه. ما هي الاستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية؟ سأعرض عليكم مجموعة من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى، بصرف النظر عن الترتيب، هناك طريقة كريس، هناك طريقة إيريل، هناك قاموس المصطلحات، هناك طريقة صياغة التعريفات الرياضية، هناك أيضا كيفية القراءة واستراتيجية كيوبس وعمل قصة من عنوانها. هذه جميعها استراتيجيات قراءة تعين على فهم المسائل اللفظية. سأبدأ بالاستراتيجية الأولى، وهي استراتيجية كيفية القراءة. كيف يقرأ الطالب؟ يجب أن ننبه على الطلبة
أن قراءة المسألة اللفظية تختلف عن قراءة النصوص الأخرى كما أسلفنا سابقا. يجب على الطلاب في مادة الرياضيات أن يتعلموا قراءة الرياضيات بإمعان، فليس بإمكانهم تجاوز بعض الكلمات، أو على سبيل المثال ليس بإمكانهم فهم المعنى من خلال السياق كما هو في النصوص الأخرى. من الأهمية بمكان أيضا أن يفهم الطالب المعنى الدقيق لكل كلمة، حيث إذا أخطأ الطالب في كلمة واحدة يمكن أن يغير ذلك من المعنى، من معنى المسألة. ولكي يقرأ الطالب بفاعلية ويفهم المطلوب من المسألة بشكل دقيق، يجب عليه أو يجب على معلم الرياضيات أن يوجه الطلاب إلى اتباع الخطوات التالية. أولاً، اطلب من الطلبة قراءة المسألة بطريقة صامتة وبسرعة متوسطة مثلاً لاستيعاب الفكرة العامة من النص المقدم في هذه المسألة، ثم اطلب من الطلاب قراءة المسألة مرة أخرى ببطء، وبحيث يقوم الطلاب بالتعرف في هذه المرحلة إلى تحديد المطلوب من السؤال وما هي المعطيات، وأن يضع خطاً على سبيل المثال تحت السؤال، ثم يبدأ بعد ذلك بقراءة في المرحلة الثالثة. يبدأ الطالب بقراءة المسألة قراءة جهرية. إذا بدأنا في الاستراتيجية كيفية القراءة، قراءة المسألة بشكل صامت، الطالب يستطيع أن يسأل عن بعض الكلمات، عن بعض معاني الكلمات، ثم يقرأ قراءة بطيئة، ثم يقرأ قراءة جهرية، ثم يطلب المعلم إعادة صياغة المسألة من دون الرجوع إلى الكتاب. يحاول الطالب أن يعيد المسألة بلغته الخاصة لتساعد على الفهم الكامل للمسألة، ثم التأمل في الرسوم التوضيحية أو الجداول إن وجدت، وبعد ذلك يقوم الطالب بقراءة المسألة بشكل يعني متمكن ويستطيع حل المسألة. الاستراتيجية الثانية هي بناء قاموس مصطلحات رياضية. بناء قاموس مصطلحات رياضية هذه من الأفكار الرياضية المهمة جدا، التي تساعد الطلبة على التعرف الدقيق على المفردات والمصطلحات الرياضية. كما ذكرنا في السابق أن أحد أسباب صعوبة فهم المسائل الرياضية هو طبيعة الكلمات والمفاهيم الواردة في تلك المسائل، قد تكون غريبة على أذهان الطلاب، وخاصة إذا كانت هذه المفاهيم في الحلقة الأولى عندما يكون الطالب في المراحل الأولى من الدراسة. لذلك أنصح دائما في موضوع التدريس الرياضيات أن أساعد الطلاب على بناء مفردات ومفاهيم ومصطلحات جديدة من خلال عمل قاموس شخصي مصغر في هذا المجال. يتم بناء مفردات ومفاهيم ومصطلحات جديدة من خلال عمل قاموس لكل مفردة رياضية. يقوم الطالب بتدوين هذه المفردة ويقوم بكتابة معنى هذه المفردة بتعبيره الخاص، وليس باستخدام التعريف الموجود في القاموس أو قاموس المعاني. أيضا على الطالب أن يراجع هذه المفردات بشكل دوري مع الطلبة أو في بداية كل حصة بشكل سريع، خاصة المفردات التي تكون مرتبطة بالدرس أو بالمقرر. يجب إبراز هذه المصطلحات أيضا أو المفاهيم في مكان بارز في غرفة الصف. لاحظ أنك في هذا المكان تقوم بتفعيل مفاهيم رياضيات وزيادة القدرة وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطالب. فيما يتعلق باستراتيجية صياغة التعريفات الرياضية، يوجد أربع طرق لتعريف أو للتعريف الرياضي. يمكن للمعلمين استخدام هذه الطرق في تعريف المصطلحات والمفاهيم الرياضية قبل قراءة الطالب للمسألة اللفظية. هذه الطرق الأربعة هي التعريف الرسمي. عندما أقول التعريف الرسمي على سبيل المثال المربع،
المربع عبارة عن متوازي أضلاع ذو زوايا أربع قائمة له أربع أضلاع متساوية في الطول. هذا تعريف رسمي للمربع، لكن عندما أبين الصفات أقول أن هناك مثلا يوجد أشياء حقيقية في المربع، له على سبيل المثال بعدان هما الطول والارتفاع، الطول والعرض، له أربع أضلاع، له خطوط مستقيمة، له أربع زوايا داخلية مجموعها 360 درجة، كل زاوية تساوي 90 درجة. هذه بيان الصفات مهم جدا في صياغة التعريفات الرياضية. ثم نأتي بعد ذلك بالأمثلة التشبيهية من خلال أن ترسم مجموعة من المربعات على اللوح أو على ورقة، وفي الأخير تستطيع أن تضرب مجموعة من الأمثلة الواقعية ترتبط بالمربع في غرفة الصف، في الديكور، في النافذة وما إلى ذلك. يوجد طريق. أستاذ عمر، نعم. بقى معنا 3 دقائق فقط لتذكيرك بالوقت. طيب، سأنتقل بشكل سريع. الاستراتيجية الثالثة هي طريقة كريس. طريقة كريس تقول هذه الطريقة: اقرأ المسألة بصوت عال، التفكير بصوت عالي، حاول أن تتصور الحل، اسأل ماذا يريدني السؤال أن أجده. هذه الخطوات تساعد الطلبة على وضع هدف لمن يقرؤون ولماذا يقرؤون، ثم اسأل ما هو الإجراء الصحيح، ماذا سأفعل، ما العملية التي سأستخدمها لحل المسألة، ثم اقرأ قراءة جهرية وأجب على المسألة. هناك طريقة أخرى اسمها طريقة إيرل. طريقة إيرل تتكون من 6 خطوات. هذه الخطوات تقول: اقرأ المسألة بسرعة لتحصل على تصور عام أو فهم عام للمسألة، ثم اختبر المسألة مرة ثانية من خلال تحديد المطلوب وتحديد المعطيات والمطلوب من الإجابة، ثم اقرأ لتحديد المعطيات والمعلومات المعطاة، حلل المسألة، قم بحساب الحل واختبر إجابتك. هناك طريقة أخرى: عمل قصة من عنوانها. يستطيع المعلم على سبيل المثال أن يكتب عنوان على السبورة ويطلب من الطلاب كتابة قصة، مثلا اكتب قصة، يكون جوابها 3 × 4 = 12. هذه من الطرق أيضا بتخليك أنت تدرس الرياضيات واللغة العربية بنفس الوقت. مثلا تعطيهم عنوان عن السمكات والقارب، تقول لهم اعملوا لي قصة. إن بقي لدي دقيقة، هناك استراتيجية كيوبس. كيوبس جاءت من كلمة سيركل أندرلاين بوكس إليمينيت أند سولد أند تشيك. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تزويد المعلمين بخطوات حل المسألة التي تمكن الطلبة من الفهم والتخطيط، بالإضافة إلى حل المسألة والتحقق من صحتها ومعقوليتها. بصراحة يعني لم يسعفنا الوقت، يمكن في الختام لا يسعني إلا أن أشكر حضوركم، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التدريب والتنمية المهنية في معهد تدريب المعلمين على طرح ملتقى القراءة الثالث تحت شعار القراءة للمستقبل والاستعداد للـ50. وسأنتقل إلى استقبال بعض الأسئلة إن بقي لدينا متسع من الوقت ولا انتهى الوقت. يمكن دقيقتين أستاذ عمر، دقيقتين ممكن نأخذ مجموعة من الأسئلة. طيب، دعني أطلع إلى الأسئلة. إن سمحتم لي بستوب شيرينج. وهل الصوت لا زال مسموع؟ نعم نعم مسموع. ثم نعم. الإجابة عن يوجد بعض الأسئلة. المشكلة الآن أن المسائل باللغة الإنجليزية والطالب يحتاج إلى معرفة باللغة الإنجليزية ثم فهم السؤال. ما ينطبق على اللغة العربية ينطبق على اللغة الإنجليزية. نحن نتحدث عن القراءة، لا نتحدث عن اللغة العربية. نتحدث عن القراءة بشكل عام سواء كانت في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية، والاستراتيجيات التي تطبقها في اللغة العربية تستطيع أيضا تطبيقها في اللغة الإنجليزية. هذا السؤال أو هذه التحدي من الأستاذة نجوى عمران. هل يوجد أسئلة أخرى؟ أنا لا أرى بعض الأسئلة. إذا أعتقد أن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لاستماعكم. محدثكم عمر بريك. شكرا 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 جزيلا لكم.
شكرا أستاذ عمر، يعطيكم العافية. شكرا لجميع الحضور، نلقاكم في الورشة بعد 5 دقائق. في عنا ورشة أيضا أخرى، نلقاكم إن شاء الله تعالى بعد 5 دقائق على نفس الرابط أو على نفس هذه القناة. شكرا أستاذ عمر. شكرا جزيلا لك.